من جانبه قال رئيس وزراء بيلاروسيا رومان غولوفتشينكو إن مصر شريك تاريخي لبلاده على مختلف المستويات. وأضاف غولوفتشينكو أن مصر تلعب دورا محوريا في المنطقة، لافتا إلى وجود فرص لتعزيز التعاون بين الدولتين. إن جمهورية مصر العربية إنها شريك قديم وتاريخي سياسيا وتجاريا واقتصاديا مع دولتنا، وتلعب دورا محوريا ضمن الدول العربية ودول الشرق الأوسط، وأيضا في التبادل التجاري مع دولتنا. إن مجلس الأعمال المصري البيلاروسي ينعقد بشكل منتظم في الدولتين، وتنظم منتديات وبعثات لرجال الأعمال في الدولتين وإلى الدولتين. في الوقت الحالي هذا المنتدى يرتبط بزيارة رئيس وزراء بيلاروسيا إلى مصر خلال لقاءاتنا ومفاوضاتنا مع زميلي العزيز رئيس مجلس الوزراء المصري. كان هناك آفاق واعدة لزيادة التعاون التجاري والاقتصادي بين الدولتين. بالفعل هناك إحياء كبير لديناميكيات ووتيرة التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا في الشهور الأولى في هذا العام.